اتلتيكو مدريد وين شاهدنا كيفاش وين يقصوا على اشبيليا، يعني بعد ما نقولوا باللي في الدوري الاسباني الدرجه الاولى، يعني وين شاهدنا الجوله 24 وين يفوز بالاداء والنتيجه، شاهدنا مافيش يعني وين سجل هدفين يعني في الشوط الاول، يعني رغم ان التقليص كان من يوسف الناصيري في الدقيقه 39، يعني شأنه وين مافيش وين على يعني على المرتين في الدقيقه 23 والدقيقه 26، شأنه كريزمان يعني وين يضيف الهدف الثالث في الدقيقه 53، يانيك يعني في الدقيقه 69، شأنه الفارو موراتا وين سجل الهدف الخامس في الدقيقه 76، يعني وين بمشاركه يعني ياسين بونو، شأن مونيلي، شأن ماركوس، شأن كوسي، نيماني، إيفان، بايا، غايا، وخون، لوكاس، خيسوس ويوسف الناصري، يعني بمشاركة يعني شأن خيسوس، نافاس، إيلاكس ودخول هذو ألفير توريس، يعني وين لكن بدون جدوى، يعني شأن وين كانت النتيجة قاسية نوعا ما على إشبيليا في هذه المباراة، مباراة اللي كانت في صالح يعني صالح أتليتيكو مدريد، يعني شأن وين يان في الحراسة، ماريو، ستيفان، خوسي ماريا، شأن ماركوس، كذلك كوكي، إكسان، يعني وين توماس، شأن توماس، شأن يعني أنطونيو غريزمان، مافيش اللي سجل هدفين، يعني وين كانت مباراة كانت قوية جدا من جانب، رغم أن يعني نوعا ما لكن بدون جدوى، وين نقولوا باللي شأنه وين وين إشبيليا وين لعب خطة 4-3-3، شأنه وين سيموني وين المدرب أتليتيكو مدريد اللي لعب خطة 5-3-2، يعني وين خطير يعني بهذه الخطة، وين يتقن عنده اللعابة اللي يتقنوا هذه الخطة يعني بمعنى الكلمة، شأن وين نقولوا باللي 52% نسبة استحواذ لإشبيليا 496، لكن وين كي تلعب مع أتليتيكو مدريد في الاستحواذ والتمريرات ومن يكون عندك استحواذ، لكن في الأهداف صعب تسجل عليهم لأنهم الاستحواذ تصيبه دائما ناقص، لكن يعني ما يضيعوش الأهداف، يعني وين يلعبوا بالخطط خاصة وين الكرات المرتدة السريعة، يعني بكرة من وسط من الدفاع تجد اللاعب خرج معاك فاس فاس، يعني ما تقارعش كرات عندهم صعب. وجدنا زوج ركنيات لصالح إشبيليا وسبع ركنيات لصالح أتليتيكو مدريد، شأن وين 48% نسبة استحواذ أتليتيكو، 452 تمريرة، يعني كانت متقاربة نوعا ما، يعني كان في وسط الميدان وكلش كانت متقاربة، يعني المباراة اللي كانت، وشاهدنا باب يعني بوب يعني اللي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 81، يعني وين نقولوا باللي المباراة هذه اللي تلعبت يعني على الجزيئات، يعني شاهدنا كيفاش تلعبت، يعني وين نقولوا باللي اليوم وين إشبيليا ما عرفناش إشبيليا، وين شاهدنا وين هدف السادس اللي هدف السادس، وين شاهدنا كيفاش وين نقولوا باللي إشبيليا وين يضيف الهدف السادس يعني في نهاية المباراة، يعني وين نتيجة قاسية جدا، نتيجة اللي كانت قاسية كانت كبيرة نتيجة، يعني 6 أهداف يعني لهدف واحد، يعني كانت نتيجة وين كانت صعبة يعني على الأنصار تاع إشبيليا، على اللعابة، يعني ما تقبلوهاش، وين ألفارو موراتا الذي سجل كذلك مرتين، يعني في هذه المباراة اللي كانت قوية جدا، يعني نقولوا باللي ب6 أهداف، يعني نتيجة كانت ثقيلة على إشبيليا، يعني لم ننتظر كما قلت لم ننتظر من هذه النتيجة، يعني وين شاهدنا هذه هي الجولة 24، أتليتيكو مدريد 6 أهداف، إشبيليا هدف في الدوري الإسباني الدرجة الأولى. بلا ما تنساو عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، ملي مشي ابوني معنا، ودايما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.